أسعد الله مساءكم أيها الإخوة والأخوات، وأنا لا أود أن أطيل عليكم، فكثير مما كان ينبغي أن أقوله سبقني إليه من تحدث قبلي، سبقتني ابنة الشاعر وسبقني الشاعر المجتهد المخلص محمد أبو المجد، وقد جمعتني معه تجربة النظر في مخطوطات الديوان. وطبعا أنا في البداية قبل أن أتحدث عن الشعر والشاعر أود أن أحيي هذا الإخلاص الذي دفع بالشاعرة إلى أن تصبر وأن تكدح وأن تسافر مرات عدة لكي تجمع ما تناثر من شعر أبيها، وكنت أرى قصاصات شتى بين يديها، فهذه ورقة من أوراق الفنادق قد سجل عليها أبوها بعض أبيات أو أبيات ناقصة في بعض الأحيان، وهذه إيصالات وأوراق من أوراق المعاملات الجارية دون عليها شعره الذي تناثر هنا وهناك. وكم كان شاقا أن تجمع هذا النثار وأن تنظر فيه وترتبه وأن تستعين بمن آنست فيه أنه يستطيع أن يعينها من أصدقائها ومن الوسط الأدبي التي هي عضو فاعل فيه منذ أن كانت تلميذة أو طالبة في كلية الآداب، يعني منذ حوالي 30 عاما، وهي عضو فاعل في هذا الوسط الثقافي الأدبي والفني، فهي شاعرة وهي فنانة تشكيلية، وهذا الجهد الكبير الذي بذلته هو الذي دفع في أوصالنا الحماسة لكي نعاونها ولكي نعبر عن إعجابنا بهذا الإخلاص وعن تحيتنا لهذا التفاني وهذه الرغبة في الإتقان وهذا الحرص على أن يخرج الديوان في أفضل صورة ممكنة. عاوناها وكأننا نعاون أنفسنا، لأننا نعمل في نص شعري هو واجب علينا أن نقوم به، واجب علينا إذا ما تصدينا لمثل هذا الأمر أن يخرج في الحلة التي لا ترتضيها الابنة فحسب، ولكن الذي يرتضيها كل شاعر مخلص محب للشعر. مرة أخرى أحيي هذا الجهد المخلص، وأحيي من ساعد الشاعرة، وأحييها هي نفسها لأنها هي التي قامت بكل شيء تقريبا، وهي التي دفعت فينا بروح الحماسة ودفعت فينا بهذه الحمية التي جعلتنا نحرص كحرصها وجعلتنا نتشوق كتشوقها إلى خروج هذا الديوان في صورته التي كانت عليه. أشكركم، ويعني أود أن يعني تكون هذه الأمسية هي مسك الختام في رحلة طويلة شاقة بدأت منذ سنوات عدة. شكراً.